هنبتدي النهارده الدرس الاول في التاريخ، وهو الدرس اسمه شخصيات واحداث من العصر البطلمي في مصر. يعني ايه عصر بطلمي او عصر البطالمه ده؟ عصر البطالمه ده هو عصر خلفاء الاسكندر الاكبر المقدوني في مصر، يعني الخلفاء بتوع الاسكندر الاكبر اللي مسكوا الحكم بعد الاسكندر الاكبر في مصر. يبقى البطالمه دول هم اللي جم بعد الاسكندر الاكبر مصر. تمام. الاسكندر الاكبر ده بعد ما توفى بدا البطالمه يحكموا مصر، وكان اول واحد او اول حاكم بطلمي يمسك مصر او اشهر حكام دوله البطالمه في الاول كان اسمه بطليموس الاول، وده كان ليه لقب اسمه سوتير، ومعنى كلمه سوتير معناها المنقذ. يبقى بطليموس الاول ده كان يعني لقبوه بسوتير، وكلمه سوتير ديت زمان معناها دلوقتي المنقذ. تمام. ممكن يجي يقول لك ما هو لقب بطليموس الاول، هتقول له سوتير ومعناها نقط، يبقى معناها المنقذ. بعد كده جه الحكم بتاع بطليموس الاول ده. بطليموس الاول ده كان اشهر قاده الجيش بتوع الاسكندر الاكبر، كان اشهر واحد او اعظم واحد في جيش الاسكندر الاكبر، عشان كده هو اللي مسك الحكم بعد الاسكندر الاكبر، اشهر قاده جيش الاسكندر الاكبر. تاني حاجه ان هو شارك الاسكندر الاكبر في معظم الحروب بتاعته، ان هو كان مع الاسكندر الاكبر في اي حروب كان بيخشها، ان الاسكندر ده اي حرب يجي يخشها كان بياخد معاه مين؟ بطليموس الاول، عشان كده كان فاهم الدوله ازاي. وعشان كده بعد ما جه يمسك الدوله بدا بطليموس الاول يبقى عنده رغبه كبيره ان هو ينفرد بحكم مصر، اي هو بقى يبقى الحاكم بتاع مصر. بعد ما اسكندر اتوفى او مات هو بدا قال انا لازم ان انا اللي امسك حكم مصر، وكان عنده رغبه كبيره او حب كبير ان هو يمسك حكم مصر. ايه السبب يعني ان هو كان عايز يمسك حكم مصر؟ لانه كان عارف ان الثروه بتاعه مصر ثروه عظيمه، وتاريخ مصر تاريخ مجيد او عظيم يعني. يبقى كان عنده رغبه كبيره ان هو ينفرد بالحكم، لان مصر كان عندها ثروه عظيمه وتاريخها كبير. تمام. بدا يعمل بعض الاعمال بعد ما مسك حكم مصر. اول حاجه عملها اللي هو اسس دوله البطالمه في مصر، ان هو كان الاساس بتاع دوله البطالمه، حتى اسمه بطليموس الاول مش الثاني ولا الثالث، هو الاول، في عشان بعد كده يجي بعده بطليموس الثاني والثالث والرابع، يبقى المؤسس دوله البطالمه بطليموس الاول. تاني حاجه عملها انه خد مدينه الاسكندريه عاصمه ومقر لحكم الدوله بتاعته، ان قال ان الاسكندريه ديت هي العاصمه بتاعه مصر، هي العاصمه والمقر بتاع الحكم بتاع مصر، ان الاسكندريه ديت الكبيره بتاعه مصر، زي دلوقتي كده ما احنا بنقول ان القاهره هي عاصمه مصر. زمان في عصر بطليموس كانت الاسكندريه هي عاصمه مصر. ثالث حاجه عملها انه وضع نواه مكتبه الاسكندريه. يعني ايه وضع نواه مكتبه؟ يعني حط الاساس بتاع مكتبه الاسكندريه. هو اللي قال احنا هنعمل هنا مكتبه اسمها مكتبه الاسكندريه اللي هي موجوده لحد دلوقتي. قال ان انا هضع الاساس بتاع مكتبه الاسكندريه. تمام. بعد كده عمل ايه؟ انشا مجمع للبحوث العلميه والادبيه. يعني ايه مجمع؟ يعني مكان جمع فيه البحوث والكتب العلميه والادبيه اللي هو دلوقتي اسمه جامعه الاسكندريه. يبقى عمل مجمع للبحوث العلميه والادبيه اللي هي جامعه ايه؟ الاسكندريه. تمام. بعد كده اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره، اهتم بثلاث حاجات اللي هي الزراعه والصناعه والتجاره، ما سابش حاجه، اهتم بالثلاث فروع. بعد كده سك اول عمله معدنيه في مصر، يعني هو اللي طلع اول عمله معدنيه، اول فلوس معدنيه يعني حديد زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، فلوس الحديد زي الجنيه الحديد كده. هو اول، كان زمان كله ورق، هو اول واحد طلع العمله المعدنيه ديت او الفلوس المعدنيه دي في مصر. بعد كده انشا مناحل كتير لتصدير العسل الصيني. المناحل اللي هي بتاع اللي بيتربى فيها النحل ديت، عمل مناحل كتير. طب ايه السبب يعني؟ ايه الفكره ان هو كان عايز يعمل مناحل؟ قال عشان اقدر اصدر العسل للصين، اودي العسل للصين، كانت الصين بتشتري مننا العسل قبل كده، فهو عمل مناحل كتير عشان يصدر لها العسل ده. يبقى اهم اعمال بطليموس عمل لنا سبع حاجات مهمين، ان هو اسس دوله البطالمه، اختار مدينه الاسكندريه دي عاصمه للبلاد، وضع نواه مكتبه الاسكندريه، انشا مجمع البحوث العلميه والادبيه اللي هي جامعه الاسكندريه حاليا، عمل ان هو اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره الثلاثه، وعمل اول عمله معدنيه في مصر
وأنشأ مناحل عشان يصدر العسل لمين؟ للصين. تمام كده. بعد كده هنبتدي ناخد ايه المقصود بالجامعة. احنا قلنا انشأ مجمع للبحوث العلمية والادبية اللي اسمها جامعة الاسكندرية. يعني ايه كلمة جامعة؟ جامعة دي هي دار للعلم بيدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية والادبية، زي مثلا اللي هي احنا بنقول عليها الكلية. يعني الكلية دي هي مكان او دار او بيت زي ما احنا بنقول الطالب بيدرس فيها التخصصات العلمية والادبية، يعني بياخد فيها العلوم زي ما احنا كده في المدرسة بناخد رياضة وعلوم ودراسات وانجليزي وعربي، هي نفس نظام الجامعة بيدرس فيها تخصصات كتير علمية وادبية. تمام، ده بالنسبة لكلمة الجامعة وبتيجي على طول. ما المقصود بالجامعة؟ هي دار بيدرس فيها الطالب جميع التخصصات العلمية والادبية. بعد الاسكندر الاكبر قلنا جه بطليموس الاول وبعد بطليموس الثاني والثالث والرابع والخامس، لانهم ماشيين كده لحد بطليموس ال 12. جت بعد بطليموس ال 12 واحده اسمها كليوباترا السبعه. كليوباترا السبعه ديت عملت ايه؟ هي كانت اخر ملوك دوله البطالمه. يعني بطليموس الاول كان اول واحد وكليوباترا السبعه دي كانت اخر ملوك البطالمه، يعني كانت اخر واحده في عصر دوله البطالمه. طيب بالنسبه لكليوباترا دي هي كانت اخر ملوك الدوله، عشان لما يجي يقول لك اول الملوك بطليموس الاول، اخر الملوك كليوباترا السبعة. طيب بالنسبه لكليوباترا السبعة دي بقى عملت ايه؟ الحكم بتاعها كان نظامه ايه؟ تولت الحكم بعد بطليموس ال 12. يعني كليوباترا دي جت بعد بطليموس ال 12، يعني بطليموس الاول والثاني والثالث، ثانيهم ماشيين ماشيين لحد ال 12، وبعد ما ال 12 مات اللي مسك الحكم كان كليوباترا، وكانت دي كانت اخر واحده. يبقى تولت الحكم بعد بطليموس ال 12. طيب كليوباترا دي عملت ايه لما حكمت بقى؟ تحالفت، يعني اتفقت يعني مع واحد اسمه انطونيوس ضد واحد اسمه اكتافيوس. والاثنين انطونيوس واكتافيوس دول كانوا بعض القواد او عساكر او القاده بتوع الجيش الروماني. تمام؟ هي راحت اتفقت مع انطونيوس ضد اكتافيوس. قالت لانطونيوس ان احنا هنبقى مع بعض، هنقف مع بعض ضد واحد اسمه اكتافيوس. اتفقوا معاه بعض في معركة اسمها معركة اكتيوم البحرية، دي كانت سنة 31 ميلادية. يبقى كليوباترا جابت انطونيوس اتفقت معاه، قالت له احنا هنبقى مع بعض ضد اكتافيوس وهنبتدي معركة معاه كان اسمها معركة اكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد. طيب المعركة دي لما حصل يعني ايه النتائج بتاعت ايه اللي حصل في المعركة دي بقى؟ اللي حصل في المعركة دي ان هي في الاول خالص ان ادي صورة المعركة كانت معركة بحرية، هي اسمها معركة اكتيوم البحرية، يعني كانت في البحر. يعني اول حاجة خالص انتصر اكتافيوس وانهزم كل من انطونيوس وكليوباترا. يعني بعد ما كليوباترا اتفقت مع انطونيوس برضو اكتافيوس هو اللي انتصر في المعركة دي وهزم كليوباترا وانطونيوس. طيب بعد ما انهزموا اللي هو كليوباترا وانطونيوس انهزموا، راح جاي انطونيوس راح جاي منتحر وكليوباترا بعده على طول. يعني بعد ما انهزموا في معركه اكتيوم البحريه انطونيوس راح يموت نفسه، وبعدها راح كليوباترا موتة نفسها هي كمان. يبقى في الاول انتصر اكتافيوس وانهزم انطونيوس وكليوباترا، بعدها راح انطونيوس مموت نفسه او انتحر وكليوباترا موتت نفسها هي كمان. بعد كده انتهت دولة البطالمة في مصر. حتى احنا بنقول ان كليوباترا اخر ملوك الدولة، يعني انتهت دولة البطالمة، ما بقاش في دولة البطالمة في مصر، خلاص انتهى. واصبحت مصر ولاية رومانية، لان اكتافيوس ده كان ضابط روماني او حاكم روماني، وان بدل وقت شالوا دولة البطالمة من مصر خالص وبدأت دولة جديدة اللي هي الدولة الرومانية، واصبحت مصر تحت الحكم الدولة الرومانية. يبقى عرفنا كليوباترا ديت، كليوباترا دي جت بعد بطليموس ال 12 واتفقت مع انطونيوس ضد اكتافيوس ودخلوا معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه لانها كانت في البحر، وبعد كده انتهت المعركه ان اكتافيوس انتصر عليهم وانتحر كل من انطونيوس وكليوباترا. انتهت دوله البطالمه نهايه خالص، انتهت ما بقاش في دوله البطالمه، وبعدها بدات دوله جديده اسمها الدوله الرومانيه، واصبحت مصر تحت حكم دوله الرومان. طيب بالنسبة لدولة البطالمة بقى، دولة البطالمة ديت طب هم قعدوا فترة في مصر، طب الفترة اللي هم قعدوها دي سابوا لنا ايه؟ سابوا لنا بعض الآثار والفنون، سابوا لنا الآثار والفنون اللي في دولة البطالمة. أول حاجة سابوها لنا اللي هي منارة الإسكندرية.
منارة الإسكندرية ديت موجودة في الإسكندرية، موجودة حاجة من الأشياء اللي موجودة وبتميز الإسكندرية لحد الآن، اللي هي منارة الإسكندرية. وسابوا لنا مجموعة من المعابد زي معبد اسمه معبد إدفو، ده شكل المعبد بتاع إدفو، ده من أهم الآثار والفنون اللي دولة البطالمة سابوها في مصر، معبد إدفو. طب معبد إيه تاني؟ معبد اسمه معبد فيلة. معبد فيلة ده الشكل بتاعه برضه، ده من أهم الآثار والفنون اللي تركته لنا دولة البطالمة، وتركت لنا هما يعتبر أربع معابد، أول معبد اللي هو إدفو، ومعبد فيلة، والمعبد الثالث اللي هو معبد دير المدينة، وده الشكل بتاعه كان اسمه معبد دير المدينة. تمام. بعد كده سابوا لنا معبد اسمه معبد دندرة، اسمه معبد دندرة، وده الشكل بتاعه برضه اللي هو معبد دندرة. يبقى الأهم الآثار والفنون تركوا لنا حاجتين اتنين، اللي هي منارة الإسكندرية والمعابد. بس المعابد كان معبد أربعة: معبد إدفو، معبد فيلة، معبد دير المدينة، ومعبد دندرة. تمام. في آثار بقى باقية لحد الآن بس موجودة فين؟ الآثار دي موجودة في منارة اللي هي في المنطقة بتاع الإسكندرية، ومعابد تانية موجودة في أسوان والأقصر وحاجات دي. في معابد موجودة بس في مدينة إدفو، مدينة النوبة لحد دلوقتي. آثار موجودة في مدينة النوبة موجودة لحد الآن، بس دول موجودين في النوبة. لو حدد أو قال موجود في النوبة هنقول دول، اللي هو معبد كلبشة، وده الشكل بتاعه. هما تلات معابد اللي موجودين في النوبة لحد الآن من أول العصر البطلمي لحد دلوقتي. معبد كلبشة، تاني معبد اسمه معبد بيت الوالي، وده الشكل بتاعه. وبعد كده معبد اسمه معبد وادي السبوع، وده الشكل بتاعه. يبقى الثلاث معابد تركوها لنا دولة البطالمة في النوبة. النوبة دي موجودة عند أسوان تحت في نهاية مصر قبل السودان. ده من أهم المعابد اللي تركتها في النوبة، تحديدا في النوبة، اللي هي معبد كلبشة، معبد بيت الوالي، معبد وادي السبوع. لو قلنا من أهم الآثار والفنون في مصر وسكت، ممكن نقول منارة الإسكندرية، ممكن نقول المعابد اللي هي فوق زي فيلة وإدفو ودير المدينة ودندرة. انما حدد لنا وقال في النوبه، يبقى لازم نقول حاجه من الثلاثه دول، اللي هو كلبشه وبيت الوالي وادي السبو. تمام. طيب ايه السبب بقى؟ احنا كنا عارفين ان دوله البطالمه دي بدأ كويس، وبدأ دوله قويه وما فيش حد زيها، وكانت بدأ تمام. يعني ايه الاسباب بتاع السقوط بتاع دوله البطالمه دي؟ اسباب سقوط دوله البطالمه، اول حاجه كان فيها اسباب داخليه، تاني حاجه كان فيها اسباب خارجيه. الاسباب بتاع سقوط دوله البطالمه في اسباب خارجيه واسباب داخليه. طيب الاسباب الداخليه بقى، اول حاجه ضعف ملوك اللي جت بعد بطليموس الثالث. مش احنا قلنا في بطليموس الاول والثاني والثالث لحد ال12 وجت كليوباترا؟ بعد بطليموس الثالث جه ملوك ضعاف، يعني ما لهمش شخصيه، مش عارفين يتحكموا في الدوله، كانوا ملوك اي كلام يعني، ضعيف. فعشان كده الدوله بدات تسقط. بقى في اسباب داخليه، بقى ملك ملوش كلمه زي ما احنا بنقول، يعني بقى كل عمال يضرب في بعضه في قلب الدولة والدنيا ايه باظت. يبقى دي اسباب داخلية اللي هي ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث. تاني حاجة في الاسباب الداخلية اللي هي ثورات المصريين ضد البطالمة. المصريين ما سكتوش، كانوا عمالين يعملوا ثورات ضدهم، ما كانش عاجبهم الحكم بتاع دولة البطالمة، فبدأوا يعملوا ثورات ضدهم، مش عايزينهم يحتجوا عليهم، يعملوا ثورات. ده خلى في تزعزع في الاستقرار الداخلي بتاع الدولة. يبقى سببين اتنين من اسباب سقوط دولة البطالمة الداخلية، هيجوا يقول لكم كده الأسباب الداخلية لسقوط دولة البطالمة: ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، ثورات المصريين ضد البطالمة. طيب إيه الأسباب الخارجية بقى؟ قال لك زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر خاصة في عهد كليوباترا. يعني روما اللي هي كان قائدها أكتافيوس اللي انتصر في معركة أكتيوما البحرية، بدأت مش احنا قلنا أصبحت دولة رومانية بعد بطليموس بعد كليوباترا. طيب ديت روما في الوقت ده كان نفوذها زادت وبدأت تدخل في شؤون مصر، زي ما احنا كده كنا بنقول ان يجي واحد كده يتدخل في حاجه ملوش لازم، يعني ملوش دعوه بيه. روما كانت نفس النظام، بدأت تتدخل في شؤون مصر خاصه في الوقت بتاع كليوباترا، ان هي اتدخلت في شؤون مصر، بدأت تتحكم في مصر وهي ملهاش دعوه، لانها هي مش متحكمه في مصر، بس هي بدأت تتدخل في شؤون مصر، وده زعزع الاستقرار بتاع مصر الخارجي. يعني مصر ما بقاش ليها سلطه على نفسها،
بسبب زيادة تدخل روما في شؤون مصر، خاصة في عهد مين؟ كليوباترا السابعة، خاصة في عهد كليوباترا السابعة. يبقى في أسباب داخلية وأسباب خارجية، اثنين داخلية وواحد خارجي. الاثنين الداخلية اللي هي ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، ثورات المصريين ضد البطالمة. الخارجي اللي هو زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر خاصة في عهد كليوباترا السابعة.